بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. كنا قد شرعنا في أصل الرسالة التي نحن سنعلق عليها إن شاء الله تعالى، وهي 48 سؤالا في الصيام. قدم بمناسبات مهمة حدثت في شهر رمضان، وهذا من باب ذكر الشواهد والأوجه على شرف هذا الشهر، ثم قال: وبعد عرض المناسبات في هذا الشهر لنا أن نقول ما الذي ينبغي أن نفعله في شهر رمضان. الذي نفعله في هذا الشهر المبارك إما واجب وإما مندوب، هذا إذا قصد بذلك العبادات، وإلا فإنه يفعل الإنسان أيضا المباحات والحلال. طبعا بوسعك أن تقلب المباح والحلال مستحبا فتنوي بذلك نيات مختلفة. فمثلا ما حكم الاسترزاق وكسب المال؟ هذا حلال، ولكن إذا نويت شيئا مشروعا طيبا ككف يدك عن الناس أن تتسولهم، أو أنك بهذا الاسترزاق لا تضيع أهلك، إذا نوى هذه النيات صارت الوظيفة وصار الاسترزاق الذي كان حلالا صار مستحبا. ثم قال: فالواجب هو الصيام والمندوب هو القيام. يعني أعظم ما يشرع على وجه الوجوب والاستحباب في رمضان الصيام والقيام. فصيام رمضان هذا فرض وواجب، وأما قيامه فمستحب. قال: والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع والمشقة، نعم، ولكن هو ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. طيب، هذا التعبير نبينه. كثير من الناس يستطيع أن يترك الطعام والشراب ولا يجد مشقة في ذلك ولا يجد تعابا، لأنه تعود. وبعض الناس ربما يسعفهم الحال فيكون رمضان في فصل الشتاء حيث النهار قصيرا ويكون أيضا الجو بردا فلا يتعب، فيتساوى الناس في هذا الإمساك، ولكن لا يتساوون في قبض اللسان، لا يتساوون في إمساك اللسان والكف عن معاصي اللسان، هذا هو المقصود. ولكن هنا عبر بتعبير عليه مؤاخذة، وهو ترويض النفس على ترك المحبوب الذي هو الطعام والشراب كما فسره لرضا المحبوب. هو قال هنا: أما المحبوب المطلوب رضاه فهو الله عز وجل. ولكن هل يجوز وصف ربنا بالمحبوب؟ هل عندنا حديث فيه أن الله محبوب؟ ما عندنا. هل عندنا حديث فيه أن الله حبيب؟ ما عندنا. هل قال صحابي ما أو تابعي ما عن ربنا أنه محبوب؟ ما عندنا. ولهذا اختلف العلماء في إطلاق هذا اللفظ في حق الله عز وجل، ومنهم من فصل وقال: أولا منهم من منع وقال لا بد من التقيد في الألفاظ الشرعية بما جاء عن رسول الله وعن أصحابه، فما دام لم يقل هذا رسول الله فلا نقوله. لماذا؟ لأنه هو الأعلم بربه، ولو كان حقا لسبقنا إليه. وما دام لم يقله صحابة رسول الله فلا يجوز لنا أن نقوله، لأنه لا يجوز أن يسعنا ما لم يسعه. وهنالك من أجاز مطلقا، قال لك معليش قل عن الله محبوب من باب أن تخبر. ومنهم من فصل قال لك لا يجوز أن تقول في حق الله محبوب، وإنما تقول حبيب. وما هو الفرق بين الحبيب والمحبوب؟ أما المحبوب فلا يصير محبوبا حتى يبذل أسباب المحبة، وأما الحبيب فهو الذي يحب لذاته وإن لم يبذل أسباب المحبة. عندنا شخصان، أحدهما
يبذل أسباب المحبة من تودد وملازمة وإحسان وكرم حتى يحبه الشخص الآخر. الأول يسمى محبوبا، لماذا؟ لأنه اتخذ أسباب المحبة. وعندنا شخص يحب وإن لم يحسن، يحب وإن لم ينعم وإن لم يبذل أسباب المحبة، فهذا يسمى بالحبيب. فحبيب أبلغ من محبوب. وأنا أقول لو أن إنسانا قالها ينظر إليه، فإن كان من أهل السنة وكان يعرف بالسنة وكانت عقيدته سليمة نحسن به الظن ونقول يقصد فقط الإخبار عن الله عز وجل أنه يحبه ولا يقصد شيئا آخر، لأن الصوفية لهم موقف في مقام المحبة مع الله عز وجل، إن لم يكن هم أول من وصف الله بالحبيب والمحبوب. ولكن أقول الخير كل الخير في مكانه، ما دام لم يقولها رسول الله فلا نقولها، ما دام لم يقولها الصحابة فلا نقول، هذا هو الأكمل. نعم. قال فلا بد أن نستحضر هذه النية، وهذا سبق أن أشرنا إليه في المجلس السابق، وقلنا إنه عند عقد النية، نية الصيام، لا تعقد فقط أنك ستؤدي الفريضة، بل عظم لنفسك الأجر وأوفر حظ أجرك وعدد النيات، عدد النيات، عدد بأنك ستمسك له عز وجل، عدد أنك ستمسك ليس فقط عن الطعام والشراب وإنما حتى عن الكلام الذي ينقص أجر الصيام. فاللغو والرفث والفحش والشتم والسب يجعل الصيام صحيحا بلا أجر، يعني الصيام تاعك صحيح ما كلا تقضي، ربي ما يسأل لكش الصيام، لكن للأسف ليس لك أجر لأنك أحبطت ذلك بلسانك. وعموما علينا أن نحذر من آفات اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فلا بد علينا أن نحذر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي صديقا لأنه لم يكذب قط، حتى في حادثة الهجرة لما لحق بعض المشركين بأبي بكر ورسول الله، وكان رسول الله رديف أبي بكر، والمشرك يعرف أبا بكر ولا يعرف رسول الله، قال له: من هذا؟ من هذا الذي معك؟ فماذا كان الجواب؟ هل يخالف أصله الذي هو الصدق ويكذب، أم يقول الحق فيقتل؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: هذا هاد يهديني الطريق. المشرك فهم باللي يقصد الطريق التي هي البر، وأبو بكر يقصد الصراط المستقيم، هذه تسمى تورية. أبو بكر الصديق الذي لم يكذب قط، وسمي صديقا أيضا لأنه كثير التصديق، فلم يكذب رسول الله حتى في أغرب ما يمكن أن يحدث كحادثة الإسراء والمعراج، صدق، هو أول من صدق بها وقال ما دام رسول الله قد قال فقد صدق، لهذا سمي الصديق صديقا. وش كان يدير؟ كان يمسك بلسانه ويشير إليه ثم يقول للجلوس: هذا الذي أوردني شر الموارد، مع أنه لم يكذب قط وكان صادقا. كم السلام. وكان في كل حينه يقول لا إله إلا الله في السوق وهو يمشي وهو جالس، ومع ذلك يقول عن لسانه: هذا الذي أوردني شر الموارد. فاللسان يهدم الحسنات، رب شخص ستعرض له حسناته يوم القيامة كأمثال الجبال، ثم يأتي لسانه ويهدمها. اللسان أمره خطير لا سيما في رمضان. قال: والحكمة من فرض الصيام على هذه الأمة قد بينها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهذا سبق معنا في حكم الصيام في المجالس السابقة. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، كتب أي فرض، كتب هنا بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام، صيام شهر رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم، مطلق الصيام. وفي الأثر أن الذي فرض على من قبلنا من صيام هو صيام عاشوراء فقط، هو صيام عاشوراء، وأما شهر رمضان فهو خاص بهذه الأمة الإسلامية. لعلكم تتقون، لعل تحقيقية،
أي إن فعلتم سيتحقق عندكم التقوى. فمن أعظم حكم الصيام تحقيق مقام التقوى. قال ولعل هنا للتعليل، وهي للتحقيق، أي لأجل أن تتقوا فتترك ما حرم الله وتقوم بما أوجب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور، هو كل شهادة بباطل، كل شهادة تشهد بالباطل فهي قول زور، والعمل به والجهل أي الظلم. المراد بالجهل هنا، فالجهل يطلق ويراد به الظلم، كقول شاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي نظلم. فليس لله حاجة، أي ليس هذا هو مراد الله. هنا ننبه إلى أنه لا يفهم هذا على ما قد يتبادر إلى الذهن من أن الله يحتاج. ربنا لا يحتاج، ربنا غني، غناه مطلق لا حد له، وإنما أنت الذي الحاجة فيك صفة لازمة لا تنفك عنك. حتى في التعبير تاعنا بالدارجة نقولوها بزاف، وعلينا أن نحذر. شحال من إنسان طيب يحب ينصح إنسان آخر، يقول له: ربي يحتاج منك تصلي، ربي يحتاج منك تصوم. ربنا لا يحتاج. فهذا الأسلوب احذروه. على الإنسان إذا تكلم عن جناب الله عز وجل وعن مقامه وعن قدسيته أن يحذر، لا كما يتكلم مع الناس. سرتو الدارجة تاعنا كارثة، الدارجة تاعنا تغلي بالألفاظ التي لا تليق في حق الله، إنما تليق فقط بين الناس. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيكون الطعام والشراب إذا تركته كأنك لم تفعل شيئا، وهو ليس علامة تدل على أنك تحب الله. لماذا؟ لأن الأولى ما تركته، الأولى بالترك الشتم والسب وقول الزور والشهادة بالباطل، وأنت ما تركتها. فما دام لم تترك الأولى فلا حاجة حينئذ في تركك لما هو دون الأولى. هكذا المقصود، أي أن الله لا يريد أن ندع الطعام والشراب، إنما يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا يندب للصائم إذا سبه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل: إني صائم، ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانية فيرد الأول، ثم هكذا يكون الصيام كله سبا ومقاتلة. وهذا الذي نراه في أسواقنا، وهذا الذي نراه في الشوارع في رمضان، لا سيما في المساء بعد العصر، يكثر القتال ويكثر الهرج، يكثر السب، يكثر الشتم لدرجة واسعة جدا. لهذا السعيد من لا يخرج بعد العصر من بيته أو من مسجده، هذا هو الإنسان السعيد في هذه البلاد. تحب تقضي، اقضي كلش مع الصباح ثم ادخل إلى البيت أو إلى مسجدك، ولا تخاطب الناس، قلل مخاطبة الناس في رمضان. حاول أن يكون جل وقتك في قراءة القرآن، حاول أن تجعل لنفسك جدولا تختم فيه القرآن كل أسبوع على الأقل. ومن كان يختم كل أسبوع والله لا يجد وقتا للتفاهة وللحديث مع الناس فيما هو تافه. قال: ثم هكذا يكون الصيام كله سبا ومقاتلة. وإذا قال إني صائم أعلم الذي سبه أو قاتله بأنه ليس عاجزا عن مقابلته، أي بالذنب وبالقتال والسب كذلك، ولكن الذي منعه من ذلك الصوم. فلماذا لا تبادل من سبك السب، ولماذا لا تبادل من شتمك الشتم؟ لأنه عندك وازع يزعك ويمنعك ويزجرك، وهو كونك صائم. هذا من جهة. من جهة أخرى هي في حد ذاتها موعظة. قال: وحينئذ يكف الأول ويخجل، لأنه هو أيضا مسلم وهو أيضا صائم. هذا من له طبع سليم يفعل هذا، من له طبع سليم. أما من ما راد على الشر وتجذر فيه الشر، فإنك إذا قلت له إني صائم اعتبرها مسبة واعتبرها شتما، وبالنسبة إليه لو سببته بأمه وما قلت له إني صائم، كما الله يهديك، ولات بمثابة الشتم.
علاه؟ لأن الموازين اختلطت وانقلبت إلى نسبة عالية جدا، حتى ولات الله يهديه سب، وحتى ولا إني صائم سب. لما تقول له إني صائم واش تكون درت بالنسبة له؟ ذكرته بالعيب تاعو، يزيد يشحن. والشيطان بالرغم من أنه مربوط، بالرغم من أنه مكبل، إلا أنه يبقى يؤثر. كما قال ابن تيمية لما فسر كيف نجد يعني هذا القتل والسب والشتم في رمضان وفي الحديث صفدت الشياطين، قال كلاما معناه أن التصفيد لا يبطل العمل إنما يقلله. واحد كي يكون مربوط يقدر يأثر، لما ما يكونش مربوط يأثر بزاف، لكن لما يكون مربوط يبقى يأثر. وزيد ثان هذه غير الشياطين، فأين النفس الأمارة بالسوء؟ النفس الأمارة بالسوء التي هي ربما أحيانا يفوق شرها شر الشيطان. إن النفس لأمارة، فعل على صيغة المبالغة، لأمارة بالسوء. عمر يقول كلاما: ليس الصيام من الطعام والشراب، ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكنه من الكذب والباطل. نعم. وأيضا مجاهد بن جبر يقول: خصلتان من حافظ عليهما فقد صام، اجتناب الغيبة والكذب. تخيل أنت صايم ويجيك إنسان يغتاب لك في إنسان آخر، ثم تنسق معه في الغيبة فيضيع الأجر بسبب هذه الغيبة، هل يرضيك ذلك؟ ثم قال: فينبغي لنا في الصوم أن نحرص على فعل الطاعات من الذكر. كل هذا يا إخواني والله ثم والله، إذا لم يكن عن خطة وعن جدول، فإنك ستبدأ بقوة ثم لا تزال قوتك تضمحل إلى أن يأتي عليك آخر رمضان وأنت كحالك في الإفطار. لهذا دير جدول. قال: الذكر عندي في اليوم 1000 تسبيحة، يلزم لحقها 1000 تسبيحة. عندي الاستغفار يلزم 1000 مرة. قراءة القرآن عندي 5 أحزاب، بعد كل صلاة حزب. جدول، وإلا سيضيع منك هذا، سينفلت. لا سيما وأنت تلميذ وراح تقرأ وأنتم صايمين ربما، أو بعض الشهر ولا ما أدري، يعني راح ذهنك يتشوش مع الدراسة، سيب روحك تقرأ على حساب الفضائل اللي يلزم تكون في رمضان. وعليه لابد من خطة، يلزم دير خطة في كل شيء. وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وبسط الوجه، وهذه عبادة عظيمة، وهي البشاشة، ضرورية، وهي فن قل من يتقنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه: غير واحد من الصحابة ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي، بل إن صفة البشاشة من صفات الله عز وجل، فالله يبش في وجه عبده كما جاء في بعض الآثار. وأما العبوسة فهي منفرة ويكرهها الناس، ولا بد عليك أن تتخلص منها، لأنها تحمل إليك الظن السيء، ولا تقبل منك دعوة ولا نصيحة إذا كنت عبوسا، لأن الناس جبلوا على أن يحبوا من يتبسم له. وحرص أن تسبق ابتسامتك سلامك ومصافحتك. عندنا سلسلة في البشاشة درناها في شرح نغمة الأغاني، راهي موجودة في الأنترنت، سلسلة فيها عدة مجالس غير في صفة التبشش في وجه الصديق. نعم. وشرح الصدر وحسن الخلق كلما نستطيع أن نهذب أنفسنا به فإننا نعمله. فإذا ظل المسلم على هذه الحالة طوال الشهر فلا بد أن يتأثر، ولن يخرج الشهر إلا وهو قد تغير حاله، لأنه قلنا رمضان مدرسة، والمدرسة يتخرج بها الطلاب لا كما دخلوا، فيتخرجون بكفاءات ومعارف وعلوم، فكذلك رمضان تخرج منه ثم تنظر إلى حالك هل هنالك تغير. بعض المسلمين إذا انقضى رمضان عاد وبقوة إلى المحرمات، كأنه يستدرك ما فاته من هذه المحرمات. هل هذا أثر فيه رمضان؟ وهل هذا علامة على أن الله قابل منه رمضان وصيامه؟ أبدا، بل العكس. يقول العارفون: من علامات القبول أن توفق إلى البر بعد العبادة. الذي يتوب في رمضان، شحال من إنسان بتوفيق الله وعونه قدر يحبس الدخان في شهر رمضان،
شحال من إنسان وشحال من بنت بتوفيق الله تحجبت في رمضان. لماذا؟ لأن رمضان فيه بركات وفيه رحمات. ثم يأتي الإفطار بعد رمضان وهو محل الامتحان. هناك الإنسان يبان لأنه في رمضان قعرنا مدينين، والإنسان لما نكون في عبادة كامل مشتركين فيها تسهل. لهذا الصيام في غير رمضان أصعب من الصيام في رمضان، علاه؟ لأننا لما نكون جماعة تؤدى العبادة على أكمل وجهها وبسهولة. ها قيام الليل في رمضان قاع نقوم الليل ساعتين خلف الإمام وما كاش مشكل، وفي الإفطار قل من يقوم الليل. علاش قدرت في رمضان وما قدرتش في الإفطار؟ هذا من بركات هذا الشهر، أنك يلي هناك جماعة تقويت بهم. نفس الشيء بالنسبة لمن ترك الدخان، تلقاه يحبسه في رمضان شهر كامل ما يتكيش، كي يلحق الإفطار يبدأ يزين له الشيطان يرجع له. وكذا قل في كل العبادات. ثم قال: ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس. زكاة الفطر هذه واجبة وسيأتينا فيها باب خاص. وزكاة الفطر شرعها الله عز وجل لجبر النقص والخطأ الذي كان في شهر الصيام، لأن في الصيام قد تغفل، قد تترك جماعة، قد تترك صلاة وتؤخرها، قد يصدر منك لفظ، قد تعصي ربك وأنت صائم أو في ليل هذا الشهر. فما الذي يغطي هذا النقص ويجبره؟ زكاة الفطر، فهي عبادة عظيمة جدا جدا، سيأتينا فقهها في بابه بحول الله. نعم. قال: تكميلا لتزكية النفس، لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكو أيضا ببذل المال، ولهذا سمي بذل المال زكاة من التزكية. والتزكية هي الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تزكية النفس أي تحليتها بمكارم الأخلاق وتخليتها من مساوئ الأخلاق، هذا معنى تزكية النفس، وهو باب وعلم عظيم. ثم ذكر السؤال الأول. من فضلك واحد فيكم يقولهم يسكتوا، يقولهم يسكتوا، بارك الله فيك. واحد فيكم. السؤال الأول بدأ في الأسئلة، بدأ في الأسئلة، فانتبهوا، من هنا بدأ أصل الكتاب، 48 سؤال. السؤال الأول: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ هذا هو السؤال. قال: المفطرات في القرآن ثلاثة، هذه هي أصل وأم المفطرات، ثلاثة: الأكل، الشرب، والجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه أصل المفطرات، فإذا كان الإنسان قد أتى بواحدة منها فصيامه بطل وعليه القضاء، إلا في كفارة الجماع فإنها شهران متتاليان، أو إطعام 60 مسكينا، أو تحرير رقبة كما سيأتي في بابه. المفطر الواحد اللي فيه كفارة هو هذا، أما الأكل ولو عمدا ففيه الجرم والإثم العظيم، ولكن ليس فيه كفارة، فيه قضاء. كذلك الشرب، إلا عند بعض الفقهاء كبعض المالكية وغيرهم قالوا حتى الأكل فيه كفارة 60 يوم، لكن الصواب لا، لأنه إذا استقصينا المفطرات نلقاوها وردت غير في هذا الأمر. وأقتصر على هذا كي لا تتأخروا على أقسامكم، والله أعلم.